تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير مستمعين الأعزاء والنور والسعادة، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، أرحب بفريق عملي المبدع في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، صبحك الله بالخير، والإعداد أستاذ يوسف سعد، والمخرج المتألق دائما أستاذ أيمن السرحيل، صباح الخير، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، دائما أحب مشاركاتكم، نحب يعني تتصلون فينا خلال الساعة هاي، آراءكم اقتراحاتكم كل ما يخص مواضيع صحتكم وسعادتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، اليوم مواضيعنا جميلة كالعادة وشيقة، عندنا موضوعين الحقيقة، موضوع التوعية، أنا الحقيقة عجبني يعني عنوان الموضوع، اليوم بيتكلمون عن أغذية لتحسين المعنويات والشعور بالسعادة، بناخذ أخصائية التغذية، ولكن قبل هذا دائما أول فقرة من فقرات برنامج صحة وسعادة فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. أخت أسماء، صباح الخير. ألو ألو أسماء، صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور عليك الله عبد الله وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييك وصبحت إن شاء الله بالخير والنور والسعادة. ناخذ جولة بالأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، ما زال الوسم أو الأوسمة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد موجودة في الترند على مستوى العالم وليس فقط على مستوى الإمارات. أمس تم الإعلان أيضا عن مجموعة من الحالات، تقريبا 41 حالة، 3 حالات شفاء وحالتين وفاة. واحدة من الحالات بسبب يعني اختلاطهم وعدم وضع المسافة الآمنة وأنهم يلتزمون بالإرشادات الصحية كان سبب أن يعادون أكثر من 30 شخص. فنحن ننوه للجميع بأهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية اللي تم واللي نشرتها القنوات الصحية في قنواتها في كل وسائل الإعلام. غسل اليدين جدا مهم، التباعد الجسدي جدا مهم، سواء يعني كان مع الآخرين أو حتى في البيت. فنتمنى من الجميع الالتزام بالقواعد، مو عشان بس عشانهم، عشان حتى الناس اللي يحبونهم واللي يعزون عليهم واللي حولهم. نعم. فهاي من الأشياء اللي نحن نحب دائما نأكد عليها، دائما المعلومات إنه يأخذونها من المصادر الرسمية. دائما نحن عندنا القنوات الصحية تبيع بكل شفافية كل المعلومات اللي عندها، فنتمنى من الجميع أن يأخذون معلوماتهم من المصادر الرسمية اللي هي القنوات الصحية ووكالة الأنباء الإماراتية. أيضا كنت أتكلم عن بعض المبادرات وفي بعض النصائح يوميا، نحط مجموعة من النصائح للجمهور، وأمس كانت نصيحتنا للطلبة كيف يقدرون يعني قواعد الإرشادية للطلبة في البيت، وأيضا عن طريق كيف الاستفادة عن التعلم عن بعد. هاي مجموعة من الأشياء موجودة في حساباتنا، نتمنى من الجميع يتابعونا على DHA_Dubai. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا أخت أسماء على المعلومات الجميلة، ومثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن مهم جدا الأخذ
الفترة هاي بالتعليمات، الالتزام بالإرشادات وأخذ الاحتياجات أو الاحتياطات الاحترازية والإجراءات الضرورية خلال هالفترة. شكرا أختي أسماء. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا التوعوية الثانية بتكون فقرة جميلة جدا وعنوانها أيضا مميز، أغذية لتحسين المعنويات والشعور بالسعادة. نحن دائما نتكلم عن الأغذية اللي ترفع المناعة في الجسم، أمس تكلمنا عن أغذية تقلل المناعة في الجسم، واليوم حديثنا عن الأغذية لتحسين المعنويات والشعور بالسعادة. بتكون معنا اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ست البنات محمد. صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك بالخير والنور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. الله يحييك. نحن أستاذة ست البنات تكلمنا بالأمس عن الأغذية اللي تقلل المناعة، وتكلمنا في السابق أيضا عن الأغذية اللي ترفع المناعة، لأن اليوم مهم جدا بأن نحن تكون عندنا ثقافة كيف نحن نرفع من المناعة عفوا في الجسم خلال الفترة هاي. فاليوم حديثنا معك الأستاذة ست البنات عن أغذية لتحسين المعنويات والشعور بالسعادة. أنا صراحة يعني انتظرني أسمع حديثك معانا في هذا الموضوع على أساس أن نعرف شو هي الأغذية اللي يعني تزيد من المعنويات والشعور بالسعادة أستاذة ست البنات. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على المقدمة. الله يحييك. اليوم طبعا هي عن الأطعمة تساعد في تحسين المزاج وإفراز هرمونات السعادة، وخاصة هرمون السعادة الأندروفين والسيروتونين. هما الهرمونين هاي بيساعدوا كثير في تحسين المزاج ومنع الاكتئاب، وطبعا خاصة هاي في الأيام، يعني إحنا بنعيش فترة بتاعة التوتر في نعم انتشار جائحة كورونا والإرشادات الاحترازية والإبقاء في المنزل، وكثير من الوعي المفروض نتبعه. وبنفس الطريقة كمان عندنا الوعي الصحي والغذائي، وخاصة الحاجات اللي بتقلل من التنشن والقلق والتوتر. من الأغذية دي اللي هي الأغذية اللي بتكون في غنية ببعض الفيتامينات والأملاح المعدنية، بتساعد في إفراز هرمون الأندروفين والسيروتونين. طبعا من الفيتامينات اللي هي بتكون خاصة لهي الهرمونات اللي هي عندك فيتامين، وطبعا الأكل عامة الأكل المفروض يكون صحي وغذاء صحي يعني، لكن من الفيتامينات اللي هي خاصة عندك فيتامين بي وسي ودي، وعندك فيتامين بي ودي، هم بيقول عليهم هرمونات بتاعت مسؤولين عن الاكتئاب، يعني النقص فيهم بيأثر في ناحية الاكتئاب. وعندك بالنسبة للفيتامين سي، هو فيتامين بتاع أنتي أكسيدنت، اللي هي برضه من فيتامينات تقوية المناعة. نعم أما عندنا فيتامين اللينزي الأملاح المعدنية، عندنا طبعا الحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم، برضه لهم تأثيرات في نقصهم بيأثر على هاي الهرمونات. نعم إذا عندنا الغذاء الصحي المتوازن اللي هو بيساعد في إفراز الهرمونات والنقلات العصبية، دي ضرورية والاسترخاء. عندك طبعا مثلا عنصر المغنيسيوم بيقولوا عليه عنصر الاسترخاء، وعندك نقص السيلينيوم بيسيطر على الأفكار السلبية، نعم وعندنا المصادر أو الغنية بهاي الفيتامينات، عندك فيتامين دي ويرتبط نقصه بالاكتئاب وبعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر. وطبعا بتوفر بيكون دايما في أشعة الشمس، وبما إن ما متوفرة أشعة الشمس الناس بيكون موجودين في المنازل، يعني بيكون في جزء منه في صفار البيض، الحليب المدعم وبعض العناصر المدعمة بفيتامين دي، أو إنه الواحد يتناول طبعا الحبوب أو الأدوية بتاعته.
نعم عندنا أستاذة، الأخصائي. أستاذة ست البنات مثل ما يعني تحدثتي أنت بأن معناته أن الأكل المتوازن، الوجبات المتوازنة، كثرة الخضروات والعصائر أو نقول الفواكه الغنية بهاي الفيتامينات هي مصدر لزيادة اللي تساعد في هرمون زيادة هرمون السعادة في الجسم. نعم طبعا هي طبعا كل الأغذية الصحية بتساعد في الهرمون، لكن في تركيز في بعض مثلا فيتامينات. مثلا عندك فيتامين بي 6 وبي 12، ده مثلا نقصه بيسبب لنا الاكتئاب والتهيج والتعب والقلق. نعم خلاص شو بنحط الأكلات وين؟ أستاذة ست البنات اللي ممكن نحن ننصح فيها مستمعينا الأعزاء أنه يعني إذا كثروا منها أو ركزوا خلال الفترة هاي بحيث أنه يزيد موضوع البي 12 والبي 12 والبي 16 يمكن ذكرتي أنت. يعني مثلا بتجي عندك مثلا الدجاج بيكون فيه هاي متركز اكثر، والخضروات الخضراء زي ما نعم قلت، والموز وبعض المكسرات وبعض انواع المأكولات البحريه اللي هي مثل السلمون والتونه. نعم فيتامين بي 12 بنلقاه دائما في او نحصله في الدواجن واللحوم والمنتجات الالبان، يعني بتكون في تخصصيه شويه في كل نوعيه وين نحصله. طبعا الحديد بنقصه، طبعا بنلقاه طبعا نقصه بيأثر لنا في الأرق، فقدان الشهية، وأعراض بتشابه الاكتئاب مثل التعب العقلي والبدني. ويوجد في الكبدة واللحوم الحمراء، دواجن الأسماك، من المصادر النباتية البقوليات والحبوب الكاملة. عندنا السيلينيوم معدن مضاد للأكسدة وضروري للصحة العقلية والتمثيل الغذائي، ونقصه يؤدي إلى الاكتئاب والمزاج السيء والأفكار السلبية. طبعا نلقى وين؟ في المكسرات، وأفضل مصادره خاصة الجوز، وبرضه بالإضافة للدجاج واللحم البقري والسمك والحبوب الكاملة. والمغنيسيوم يعرف بمعدن الاسترخاء، له تأثير قوي على الحالة المزاجية والجهاز العصبي، ونجد نقص البالغين أو الأفراد المجتمع بيعانوا من نقص فيه، وده بيؤدي نقصه إلى الاكتئاب والقلق والصداع النصفي نعم وارتفاع ضغط الدم. وبنلقاه في الشوكولاتة الداخنة اللي هي غنية بالكاكاو، والأسماك الزيتية والموز واللوز، وتعتبر يعني يمكن الواحد ياخذ فيه. دايما لما احنا ناخذ في الطبيعة عادي، لكن لما نجي ناخذه كمكملات غذائية في اللي هي السبلمنت، في الحالة دي لازم نشوف الكمية، لأنه أحيانا بتتعارض مع الأدوية الواحدة إذا بتستعمل أدوية خاصة. نعم لأن دائما أستاذتي يعني التوازن في الأمور هاي أيضا مهمة على أساس أن الجسم ياخذ الكمية اللي يحتاجها من سواء يعني الفيتامينات أو حتى الأملاح المعدنية. برضه مستر عبد الله، برضه بالنسبة لي يعني الناس ما يغفلوا من قصة مثلا الرياضة ضرورية، وبعد ده عندنا مثلا شرب الموية ضروري، وعندنا العبادة والتضرع والعمل المجتمعي، وهاي برضه بترفع من الهرمونات بتاعة السعادة. نعم نحن طبعا استاذتي موضوع يعني تحسين المعنويات والشعور بالسعادة نفضل مستمعينا الأعزاء وكل من يسمعنا يستغل الفترة هاي مثل ما ذكرت الأستاذة ست البنات بأن ممكن أن يعني يستفيد من خلال الوجبات اليومية في البيت يعني وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء ايوه وأهم شيء بأن يعني يحاول أن يعني تكون الوجبات هاي وجبات صحية وجبات متكاملة وأيضا تكون وجبات متوازنة هذا أهم شيء. اهم شيء، اما هاي الاغذيه لازم تكون متوازنه، وبرضه نبعد من المواد السكريه والمواد الدهنيه والمواد الحافظه برضه، لان برضه اذا اخذناها نحن بنسبه عاليه طبعا بيزيد لنا الوزن، وبتعمل لنا برضه اضطرابات نفسيه نعم ومشاكل. أستاذة ست البنات محمد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي شكرا لك وشكرا للمعلومات الجميلة وكل الشكر والتقدير.
شكرا شكرا لكم كل الصبح. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، ننصحكم مثل ما ذكرت الأستاذة خلال الفترة هاي، ودائما الإكثار من الوجبات الصحية. يخبرنا مخرجنا المبدع أن نحتاج أن نطلع فاصل، فمستمعينا الأعزاء خلكم معنا فاصل إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. نرحب بكل من انضم إلينا، وأيضا أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعينا الأعزاء، حديث الساعة في العالم كلها الآن عن فيروس كورونا أو المعروف باسم كوفيد-19، والوقاية دائما خير من العلاج، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي دائما اتجاه جميع الأمراض، حيث تتبنى الهيئة منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية أساسها الوقاية، وهي دائما طبعا تعمل بشكل متواصل لتنمية التوعية أو لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشاكل الصحية، ومنها المشكلة العالمية المتصلة بفيروس كورونا، حيث تتخذ هيئة الصحة بدبي ضمن توجهات الدولة والمعايير المعمولة بها عالميا جميع التدابير اللازمة لهذا الفيروس وحماية المجتمع منه، إلى جانب أخذ كل الاحتياطات التي تحفظ للناس سلامتهم وصحتهم. وحديثنا مستمعينا الأعزاء اليوم عن الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي عن طريق مبادرة طبيب لكل مواطن، وأهمية المبادرة في هذا الوقت الراهن. مستمعينا الأعزاء، لتسليط الضوء على هذه الخدمات والرد على استفساراتكم أعزائي المستمعين، معانا الدكتورة حنان الحمادي، استشاري طب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. دكتورة، صبحك الله بالخير والنور والعافية. حياك الله أخوي، صباح الورد. الله يحييك دكتورة. مثل ما ذكرنا بأن اليوم حديث الساعة في العالم كورونا فيروس، وهيئة الصحة بدبي ما شاء الله تبارك الرحمن هناك الكثير من الخدمات الذكية اللي موجودة، اللي ممكن الواحد يستفيد منها وهو موجود في البيت. وأحد أهم الخدمات اللي موجودة هي مبادرة طبيب لكل مواطن. دكتورة، تعطينا نبذة أو فكرة عن مبادرة طبيب لكل مواطن، وشو أهداف المبادرة هاي؟ طبعا المبادرة هاي أطلقت تلبية للوثيقة 50 للشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله، والصراحة كانت عنده رؤية مثل ما أقول مستقبلية أو يعني سبقت الزمن، والحمد لله جاءت في الوقت المناسب. المبادرة هاي عبارة عن استشارات طبية على مدار الساعة، تقدم عن طريق أطباء أخصائيين واستشاريين طب الأسرة، وهم أطباء متخصصين، استشارات طبية للجمهور. في طبعا انطلقت في شهر 12 تقريبا، وحاليا احنا على قدم وساق في استقبال كل ما يخص سواء الأمراض اللي يعانون منها أو الوضع اللي خاص بالفيروس كورونا، حيث تم توجيه نفس ما قلت لك الجمهور أو المرضى على أساس أن نقلل حضورهم للعيادات أو خروجهم من المنازل. حاليا هالخدمة طبعا كانت قائمة رسميا من شهر ديسمبر 2019، وحاليا هي في استمرار لخدمة الجمهور. نعم دكتورة حنان، أيضا يعني كل الشكر والتقدير والعرفان لهيئة الصحة بدبي. لو تعرفين في البداية كانت فكرة المبادرة هاي طبيب لكل مواطن كانت فقط للمواطنين، ولكن تماشيا مع الوضع الراهن تم يعني إعطاء تعليمات من القيادة العليا بأن المبادرة هاي تشمل المواطنين وجميع اللي موجودين على أرض الإمارات. دكتورة، لو تعطينا فكرة عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي من خلال مبادرة طبيب لكل مواطن.
أكد أخوي مرة ثانية نفس ما قلت أن تماشيا مع توجهات القيادة وحرصهم على كل المقيمين والمواطنين الموجودين على أرض الدولة. في المرحلة الأولى كانت هذه الخدمة للمواطنين فقط، حاليا تضم نفس ما قلت أحب أكد على هالنقطة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بحيث أن نقدم كل ما يخص التساؤلات أو الاستشارات التي تخص مرض كورونا. هي عبارة عن استشارة طبية نفس ما قلت لك، المريض بإمكانه الاتصال وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص اللي يكون في الجهة المقابلة له من يعني النظام، وبالتالي يتم توجيهه لعمل اللازم. نعم دكتورة، كيف ممكن الحصول على الاستشارات؟ يعني عندي سؤال أنا بعد الحين، هل إنه ممكن نحن يعني عندنا واحد من المستمعين يسأل، هل الاستشارات يعني مختصرة فقط للكورونا فيروس، ولا أي شيء ممكن الواحد يتصل ويستفيد من الخدمات طبعا؟ بس الموجودة؟ نحب نأكد أخوي أن الحالات الطارئة لا، يعني ما نقدر إحنا طبعا تكون عن طريق الاستشارة الافتراضية. الحالات الطارئة يجب أن تتوجه للطوارئ. إحنا في حالات كل الحالات الأخرى مثل الحالات تخص كورونا أو في الحالات الأمراض المزمنة اللي حاب يأخذ أدويته، طبعا كلها ممكن إحنا نخدمها بهالخدمة. الأطباء طبعا على مدار الساعة نفس ما قلنا، وكان الأعداد كانت سابقا تقريبا قمنا بمضاعفة أعداد الأطباء المتدربين واللي يقومون بهالخدمة لتغطية الضغط اللي حاليا على هالخدمة، بحكم أن احنا وجهنا المتعاملين قدر المستطاع أن يعني يستخدمون هالخدمة بحيث أن نتجنب خروجهم من منازلهم. طبعا كيف ناخذ الخدمة؟ لابد أن ننزل تطبيق الهيئة اللي هو DHA، وبعدها يتم عمل اللازم من يعني اللي يحتاج المريض أن يسجل بياناته، بعدها يتصل على مركز الاتصال ويعطونا موعد، وفي نفس الوقت إن شاء الله في خطوات يقوم فيها يشرحونها له بالضبط ويتلقى الخدمة حسب موعده. نعم دكتورة، مثل ما تفضلتي بأن يعني الهدف من التطبيق أو البرنامج طبيب لكل مواطن هو لتخفيف المراجعات الطبية على المراكز الصحية بهيئة الصحة بدبي أو حتى المستشفيات، ما الفائدة دكتورة ذلك بالنسبة للكادر الطبي، يعني اللي هو خلال الفترة هاي يعني سواء التمريض أو الأطباء المشغولين جدا في موضوع مكافحة الكورونا فيروس؟ الحمد لله حاولنا قدر المستطاع أن نعمل على توازن تدوير الأطباء الأخصائيين والاستشاريين من طب الأسرة، بحيث أن هذه الخدمة تكون مقطعة يعني 24 ساعة على مدار الساعة. طبعا أحب أكد أن هي خدمة مجانية، أن يكون الأطباء إعادة تدويرهم حسب احتياجات سواء المراكز أو المستشفيات أو العيادات، بالإضافة لهذه الخدمة التي تعتبر لها دور كبير في الفترة الحالية، يعني تعتبر فعلا لها دور مثل ما نقول أساسي في هذه الفترة لتجنب خروج المتعاملين والمرضى من غير الحالات الطارئة من بيوتهم. نعم أيضا دكتورة حنان، تماشيا يعني مع الجهود اللي تقوم بها الدولة بخصوص موضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية، تعتمد هيئة الصحة بدبي على مبادرة أيضا يعني حماية الأفراد من التعرض لعدوى كورونا من خلال زياراتهم للمراكز الصحية أو المستشفيات، كيف تشرحين لنا الموضوع هذا دكتورة من الجانب الطبي، يعني من خلال مبادرة طبيب لكل مواطن والاستفادة من الخدمة هاي دون الذهاب إلى المراكز أو المستشفيات؟ نفس ما قلنا أخوي، حاليا بالإضافة إلى طبيب لكل مواطن كذلك كثير من المواعيد للمرضى من الحالات المزمنة من المرضى اللي محتاج أن يتكرر العيادة، قمنا بجدولة مواعيدهم بحيث تكون هناك استشارات عن طريق الهاتف وإرسال الأدوية إلى البيت، بالإضافة إلى طبيب لكل مواطن للحالات اللي هي نقول مثلا الجديدة، يعني اللي ما يكون بالعادة عند أي زيارة للعيادة مسبقة، تجنبا لأن المريض يطلع يكون عنده تواصل مع ممكن مريض ما عنده الأعراض أو شخص ما عنده الأعراض، فبالتالي أنت كل ما قللت أن الشخص يطلع برا بيته بيكون تعرضه للأشخاص اللي ممكن حامل الفيروس بس ما عنده الأعراض أقل، فبالتالي أنت تقلل وتقلل من نسبة انتشار الفيروس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. نعم
أيضا دكتورة حنان، يعني هناك الكثير من البرامج والكثير من المبادرات التوعوية اللي يعني تقدمها هيئة الصحة بدبي على مستوى وعي الأفراد بقيمة الخدمات المتوفرة عن طريق طبيب لكل مواطن. لو تحدثينا دكتورة شوية عن مستوى الوعي للأفراد بخدمة طبيب لكل مواطن. طيب، طبعا الحمد لله الهيئة تقوم بجهود جبارة الصراحة في الفترة الحالية. كذلك طبيب لكل مواطن كان له دور أنه يوعي الناس. نتلقى كثير من الحالات اللي يمكن غير واعية بالأحداث أو شو هي الاحتياطات اللي ممكن ياخذها أو متى ممكن يسوي الفحص. فطبيب لكل مواطن له دور كبير في هاي المرحلة، من ناحية توعية المتعاملين سواء من المرضى أو من اللي يتصلون يسألون ما هي الخطوات، هل أنا أحتاج أسوي الفحوصات. فالأطباء مدربين، وقمنا صراحة بتدريب سريع لطبيب، تقريبا 20 طبيب حاليا في الفترة الحالية، من ناحية زيادة الوعي أو حتى من ناحية الإدارة للحالات الحادة أو الحالات اللي تتصل على طبيب لكل مواطن لتغطية الاحتياجات للمتعاملين. نعم دكتورة حنان، نحتاج بس ناخذ فاصل وبنستمر معاك إن شاء الله في الحديث، فمستمعينا الأعزاء بتكون مستمرة معنا دكتورة حنان الحمادي، استشاري طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، ولكن ناخذ فاصل إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. كانت معنا وما زالت معنا الدكتورة حنان الحمادي، استشاري طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا اليوم كورونا فيروس وخدمات الطبيب لكل مواطن، وكيف المبادرة أو خدمة الطبيب لكل مواطن ممكن يستفيد منها الشخص وهو موجود في البيت. دكتورة حنان، يا مرحبا بك مرة ثانية ويانا، وحديثنا بيكون عن طبعا الفترة هاي هناك الكثير من الاستفسارات والكثير من المعلومات اللي يحتاجها الشخص عن الكورونا فيروس. لو تخبرينا عن مستوى التفاعل بين يعني مقدمين الخدمة من كوادر هيئة الصحة بدبي الطبية وأفراد المجتمع، وكيف التفاعل؟ الحمد لله مستوى التفاعل عالي جدا. نعم. طبعا غير طبيب لكل مواطن، الهيئة مخصصة عندنا حاليا مركز الاتصال، وفي مجموعة كبيرة يردون على استفسارات المتعاملين في كل ما يخص مرض كورونا. في حالة المريض عنده أو المتعامل عنده عرض صحي يتم تحويله على طبيب لكل مواطن. الحمد لله الخدمة نفس ما قلت لك ماشية بطريقة ممتازة. حاليا في ضغط كبير، وإحنا حاليا نتوسع بتوزيع أجهزة أكثر وأطباء أكثر في العيادات الصحية لتغطية الخدمة بشكل إن شاء الله أكبر. نعم أيضا دكتورة، يعني وجود المبادرة هاي المهمة الحيوية الذكية اللي يستفيد منها اليوم عدد كبير من أفراد المجتمع، أحب أيضا أذكر مستمعينا الأعزاء بأن أيضا عندنا احنا دكتورة أو موجود مبادرة في هيئة الصحة اللي هي دوائي، نعم يعني وصول الدواء الشخص إلى منزله، أيضا هاي مبادرة مميزة من هيئة الصحة بدبي لو نتكلم عنها دكتورة شوي، ونربطها مع مبادرة طبيب لمواطن إن الواحد يتصل ويحصل الاستشارة، وأيضا ممكن إنه يحصل الوصفة الطبية، بل وأن أيضا يوصل الدواء لحد بيته. صحيح،
طبعا الحمد لله دولة الإمارات ودبي سباقين دائما في مبادراتهم. صراحة يمكن احنا عندنا مبادرات حاليا نشوف كثير من دول العالم يمكن بدأت تطبقها، لكن احنا كنا سباقين في هذا الشيء الحمد لله رب العالمين. خدمة دوائي عبارة عن خدمة وتم مثل ما نقول ربطها بطبيب لكل مواطن، وكذلك هي مربوطة بالمستشفيات والعيادات للمرضى اللي يحتاج ان مثلا عنده أمراض مزمنة أو من غير أمراض، وتوصل له الأدوية لباب البيت مع صيدلاني يشرح له أو إذا احتاج أي استفسار. والحمد لله تم تكثيف هذه الخدمة في الفترة الحالية مثل ما تعرف أخوي، لأن قدر المستطاع إحنا نطلب من المتعاملين والمرضى البقاء في البيت. الدولة مو مقصرة، فإحنا دورنا أن إحنا نتبع كل ما يتم توجيهنا فيه. وحاليا المطلوب منا قدر المستطاع أن نقعد في البيوت قدر المستطاع، ونتجنب أن نروح للعيادات والمستشفيات إلا في الضرورة القصوى. لذلك تم تكثيف هذه الخدمة التي انطلقت من شهور في هيئة الصحة في دبي، وربطها في المستشفيات وكذلك طبيب لكل مواطن. نعم دكتورة، أيضا هناك استفسار من أحد المراجعين، ونحن ذكرنا الموضوع هذا، ولكنه أيضا بعث لنا السؤال بأنه عنده مواعيد بشكل مستمر، فهل ينصح بأن خلال الفترة هاي يراجع المواعيد، ولا أنه فقط يعني يستفيد من خدمة طبيب لكل مواطن؟ طبعا أخوي المواعيد تم عمل آلية للمواعيد المسجلة. المواعيد الغير طارئة تم إلقائها يعني حاليا، لكن الناس اللي عندهم مواعيد منتظمة أغلب المستشفيات والعيادات الصحية أو المراكز الصحية قامت بعمل الاستشارة عبر الهاتف، حيث يتم الاتصال بالمريض والتأكد من صحته والتأكد أن مثل ما نقول أموره طيبة وإرسال الدواء له في البيت. فالمواعيد المهمة طبعا حاليا تقام أو القيام بها عن طريق مستشفيات مراكز عن طريق استشارات هاتفية. الطبيب المتابع نفسه يتم متابعة مريضة بالاتصال فيه ويسوي له اللازم يعني من ناحية الأدوية والتأكد من صحته في حسب موعده المسجل. نعم أيضا دكتورة، عندنا سؤال من أحد المستمعين الأعزاء، يقول سؤالي: هل يجوز ركوب السيارات المواصلات بأنواعها دون أي خوف خلال هالفترة؟ طبعا احنا نفس ما نعرف ان حاليا في دولة الامارات يتم تعقيم حتى المواصلات العامة في خطة لتعقيم المواصلات العامة، لكن قدر المستطاع نتجنب المواصلات العامة خصوصا حسب توجيهات الدولة، غير ان كان من ضمن التوجيهات ان لا يكون اكثر من 3 صفات في نفس السيارة. هذا كان من ضمن التوجهات اللي طبعا الكل العامة معروف، وقدر المستطاع نتجنب ان اصلا نطلع من البيت قدر المستطاع. نعم، ولهذا السبب دكتورة يعني وجود خدمة دوائي، لان هناك ايضا عندنا استفسار بخصوص موضوع أدوية السكري او الضغط او الامراض المزمنة الثانية، يعني وجود دكتورة حنان يعني مبادرة دوائي بالأخص يعني سبحان الله خلال الفترة هاي، سواء طبيب لكل مواطن أو برنامج مبادرة دوائي للاستفادة القصوى من هاي البرنامجين، لأن أنت بإمكانك يعني وجودك في البيت فقط يعني تتواصل والدواء يوصلك للباب، والدواء يوصلك لين الباب، فما يحتاج أنك تراجع بشكل يعني دائم، إلا إذا مثل ما ذكرتي دكتورة كان موضوع يعني يحتاج بأن الشخص طارئ. طارئ، والمستشفيات الحمد لله موجودة والمراكز الصحية أحب موجودة. أكد أخوي مرة ثانية أن المرضى اللي عندهم مواعيد سكر أو عيادات الضغط أو الأمراض المزمنة تم جدولة مواعيدهم، الطبيب اللي كان يتابعهم سابقا سيقوم بالاتصال فيهم والتأكد أن أمورهم مستقرة، وعادة يكون في تنظيم مع الصيدلية لإرسال الدواء حتى الباب، يعني حتى لو ما اتصل في طبيب لكل مواطن هو عنده موعد غالبا راح يتصلون فيه ويتأكدون أن أموره طيبة وراح يبعثون للدول لباب البيت. نعم هاي أيضا دكتورة يعني خدمة مثالية وخدمة متميزة تقدمها هيئة الصحة بدبي، والهدف منها بحيث أنه ما يشعر المراجع أو المريض بأن يعني طبيبه مش يعني مستمر معه، فنفس الطبيب صحيح. اللي يقدم له الخدمة يتواصل صحيح. معه صحيح. نعم. ويناقش الحالة ويطمن أن المريض بالصحة وعافية،
نوع من يعني خلق يعني مثل ما نقول دكتورة تواصل مستمر بين الفريق الطبي المعالج صراحة وبين الشخص. الحمد لله الخطوات كانت سريعة، وأنا من الناس اللي فخورة جدا الحمد لله أني أنا من ضمن فريق هيئة الصحة في دبي. كانت خطوات سريعة بتوجيهات عليا واتباعا لتوجهات الحكومة الحمد لله رب العالمين، أن إحنا قدر المستطاع نيسر للمتعاملين والمرضى. فنفس ما قلت المواعيد بدل ما كانت حضور شخصي حاليا تقام عن طريق الاستشارة الهاتفية إلا في الحالات الطارئة. فالمواعيد اتكنسلت، المواعيد الغير ضرورية، لكن المواعيد للأمراض المزمنة نفس ما هي احنا وجهنا أطبائنا انه يجلس في العيادة مثلا واتصل في مرضاك واحد واحد، شوفه شو محتاج، حالته مستغرة، انطرش للدول البيت. فالحمد لله احنا عندنا خطوات مثل ما نقول سبقنا فيها تقريبا كثير من الدول. الحمد لله كانت نظرة مستقبلية الحمد لله جاءت في الوقت الصحيح. نعم، وأيضا هذا دكتورة يعني يزيد من يعني ثقة الشخص يعني نحن الحمد لله رب العالمين اليوم، والمراجعين سواء يعني مراجعين هيئة الصحة بدبي ثقتهم يعني أنا متأكد أن قوية جدا، وثقتهم كبيرة جدا في الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، خدمات متميزة ومثالية وبالأخص خلال الفترة هاي، وأيضا ثقة الناس بالخدمات اللي موجودة والمؤسسات الصحية اللي موجودة سواء في دبي أو في الإمارات. فهاي المبادرات دكتورة تعزز الحقيقة يعني ثقة الناس بالخدمات، وبالأخص اليوم هيئة الصحة بدبي تقدم خدمة متميزة اللي هي رعاية صحية، شيء أغلى شيء عند الإنسان صحته وسعادته. فيوم يعني يتلقى الشخص وهو جالس في البيت طبيبة بروحه اللي هو كان يعني متعود أنه يصير ويشوفه في العيادة والمركز، يتصل فيه ويتواصل معه ويطمن عليه ويتأكد أنه وضعه الصحي بخير، أو إذا يحتاج أي أدوية حتى الأدوية توصل له. فهذا الحقيقة يحتاج إلى يعني شكر، ويحتاج إلى أيضا يعني جهود كبيرة أنا متأكد من الإدارة العليا بهيئة الصحة بدبي، وأنت حتى دكتورة والفريق العمل اللي يشتغل معك. الحمد لله نفس ما قلت لك الحمد لله احنا فخورين ومقدرين اللي نمر فيه كلنا، ان شاء الله بنطلع من هالازمه احنا اقوى. ونشكر صراحه المتعاملين متفهمين، وشكر نشكرهم على تفهمهم في هالمرحله. لابد راح يكون هناك بعض مثل ما نقول ما بنسميها اخطاء، لكن قد يكون في تاخر بسيط او مثلا بعض الامور التقنيه. ان شاء الله احنا قدر المستطاع على قدم وساق ان نحسن قدر المستطاع اول باول باذن الله. نعم، دكتورة حنان الحمادي استشاري طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي، موضوعنا كان معاك كورونا وخدمات الطبيب لكل مواطن. شكرا لك وشكرا لمعلوماتك القيمة، ويعطيك إن شاء الله ألف عافية. شكرا لك، وحبيت أكد بس خليك في البيت، إذا عندك أي عرض صحي حمل تطبيق الهيئة واتصل في 800 دي اتش اي أو 800342 لخدمة طبيب لكل مواطن. شكرا دكتورة. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أذكركم بأن نمط الحياة السليمة والأكل السليم، الاستفادة من الوجبات الصحية تزيد من هرمون السعادة، وأيضا الاستفادة من الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي الذكية، طبيب لكل مواطن ودوائي أيضا مهم. ودائما أذكركم كل يوم وجودكم في البيت مستمعينا الأعزاء هو سبب في نجاح الفرق العمل اللي تشتغل 24 ساعة لسعادتكم ولصحتكم. دمتم إن شاء الله بصحة وسعادة، وألقاكم إن شاء الله باكر. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.